سات لواء طيار دكتور هشام الحلبي، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين يا فندم. خليني ابدا الاول بالمعرض، وانه الاول مره النسخه الاولى من معرض مصر للطيران والفضاء في مطار العالمين ان شاء الله من 3 الى 5 سبتمبر القادم. والحقيقه المعرض ده يمكن الاول من نوعه في افريقيا والشرق الاوسط. حضرتك عارف صناعه الطيران عموما سواء مدني او عسكري هي صناعه مهمة، مفيش دولة تقدر تستغنى عنها، سواء هذه الدولة متقدمة بتصنع أو دولة بتستورد. نعم. كلا الطرفين الحقيقة الموضوع ده في منتهى الأهمية بالنسبة له. وبالتالي لما نعمل معرض بهذا الشكل وإحنا دولة الحقيقة يعني الطيران بدأ عندنا سنة 1932. نعم. كان في يعني دول لسه ما ظهرتش حتى في المنطقة في هذا مصر الوقت. مصر للطيران. بالظبط. والقوات الجوية عندنا، القوات الجوية عندنا انشأت في 2 نوفمبر 1932. وبالتالي احنا دولة لينا يعني ثقل وعمق في التاريخ في مجال الطيران العسكري والمدني. ده بيدينا الحقيقة ثقل في المنطقة، وان احنا لما بنعمل معرض سواء في طيارات عسكرية او مدنية الناس الحقيقة بتهتم بيه، سواء شركات او دول او دول مستورده، لان انا عندي خبره في اسلوب الاختيار والاقتناء عاليه جدا. عشان كده هنلاقي المعرض ده في 100 دوله تقريبا، في اكتر من 300 شركه وجهه، كلهم متخصصين في صناعه الطيران والفضاء في العالم، سواء طيارات مدنيه او عسكريه او طيارات بدون طيار. فالزخم ده كله بيخلي الزوار عدد كبير جدا، لانه هيشوف ويقارن في مكان واحد على ارض دولة لها خبرات كبيرة جدا في استخدام الطائرات. اختيار العالمين كمان ومطار العالمين بالظبط كده، وترويج كبير جدا كمان للعالمين. هي بقت مدينة عالمية الحقيقة، يعني صحيح. هي نقدر نقول انها مش بس يعني ايقونة مصرية، ايقونة البحر المتوسط كله. نعم. الحقيقة نعم. بالحقيقة بالتجهيزات اللي موجودة فيها، وايضا بالمعارض العالمية اللي بتتعمل. هشام، ربما وبنتكلم على هذا المعرض واهميته، وان احنا بينظم لاول مره في مصر والمنطقه والشرق الاوسط، الرساله هنا بالنسبه لنا وبالنسبه للعالم كمان من على ارض مصر بتطلق هذا المعرض في النسخه الاولى، بنتكلم على مقاتلات، نتكلم على طيران مدني، نتكلم حتى على الدرون او الطيارات اللي هي لانها موجوده في العالم بشكل كبير، يعني ليها مستقبل عالي. الطيارات بدون طيار يعني شفناها في مسرح العمليات الاوكراني، يمكن بتغير الحقيقه شكل مسرح العمليات وشكل المعارك. شفناها في مسرح العمليات ايضا اللي موجود في الشرق الاوسط، سواء بتستخدم من جامعات او بتستخدم من دول. ودي نقط الحقيقه يعني فرضت نفسها على الساحه في العالم كله مش في مصر. نعم. فكنا انا المعرض يشترك فيه بشكل واضح جدا الطائرات بدون طيار، اضافه لبقيه الطائرات القتال وايضا الطائرات المدنيه. انا شايف دي نقطه قوه ما حصلتش كتير في العالم، ان يبقى في وضوح في عرض الطائرات المواجهه بدون طيار. لانه هتشوف صناعات الدول المتقدمه في والتكنولوجيا اللي فيها. والتكنولوجيا بالظبط.